تم الإعلان عن بوكيمون سكارلت وبوكيمون فايلت يوم 27 فبراير، ولا زال قدامنا حوالي 5 أشهر حتى تاريخ إصدارها. وبرغم أن جيم فريك نزلت لنا فيديوهين تشويقيين فقط، إلا أنها كانت فيديوهات مكتظة بالمعلومات المهمة ومعظمها كان خفي. أنا بروفيسور ببع من قناة بوكيمونيان، وجاي أكلمكم عن 9 نقط مهمة ممكن تكون فاتتكم في الفيديو التشويقي الثاني اللي نزل من حوالي أسبوع. لو عجبكم محتوى القناة بفكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو عايزين تكسبوا نسخة من بوكيمون سكارلت أو بوكيمون فايلت شوفوا الفيديو ده للآخر. أول نقطة يمكن ما شفتش حد اتكلم عنها إلا إنها مهمة، وهي الترينر كاستمايزيشن أو تغيير ملابس اللاعب داخل اللعبة. برغم انها تفصيلة صغيرة جدا ممكن ناس ما تهتمش بيها، الا انها من الحاجات اللي كل لاعب بيقدر يسيب بيها بصمته ويقدر يتميز بيها عن باقي لاعبي اللعبة دي. تاني نقطة، وهي الرموز او الشعارات اللي شفناها على اعمدة خارج المبنى المشابه لمبنى الفاميليا ساجرادا في اسبانيا، واللي ناس كتير وانا منهم متخيلين ان المبنى ده هيكون مدرسة. اولا الرموز هي البلاد اورنج، او بالعربي اسمه البرتقال الاحمر أو المواردي، واللي لونه أقرب للون القرمزي واللي أكيد هنشوفه في بوكيمون سكارلت. وبوكيمون فايلت هيكون على الأعمدة دي العنب، ولونه أقرب للون البنفسجي. وترتبط الفاكهة دي ارتباط شديد بأسبانيا، حيث أن البرتقال الأحمر من الموالح المحلية في أسبانيا، كما أن أسبانيا هي المنتج الأول للنبيذ واللي بيتصنع من العنب طبعا. والسبب انه ناس كتير شبه متأكدين ان المبنى ده هيكون مدرسة هو ببساطة لبس الشخصيات اللي بتمثل اللاعبين في اللعبة. حرفيا اللبس اللي بنبدأ بيه هو لبس يونيفورم مدرسة، فحتى لو المبنى ده مش هو المدرسة مباشرة، الا انه اكيد ليه علاقة بمنظومة تعليمية في عالم بوكيمون سكارلت وبوكيمون فايلت. النقطة الثالثة، وهي نقطة طريفة ومثيرة للاهتمام، وهي البوكيمون سنترز. الحقيقة البوكيمون سنترز شبيهة جدا بمحطات الوقود، لدرجة دفعت بعض أصدقائنا على الديسكورد سيرفر بتاعنا إنهم يعملوا الصورة دي. وطبعا لو حابين تنضموا للمجتمع الديسكورد بتاعنا هتلاقوا لينك في الديسكريبشن. اللي منكم ما يعرفش إيه تشيل أوت، فهي محطات بنزين مشهورة جدا عندنا في مصر، ألوانها شبيهة بالبوكيمون سنترز، وانتشرت مؤخرا بشكل ملحوظ في أنحاء الجمهورية. عموما عايزكم تفضلوا فاكرين النقطة دي عشان هنتكلم عليها تاني في احد النقاط الجاية الهامة جدا جدا. اما النقطة الرابعة وهي نيمونا، الحقيقة ما لحقتش اتكلم عنها كتير في الفيديو التحليلي بتاعي لاني ما كانش عندي معلومات عنها كافية. وبالمناسبة هيظهر لكم كارت فوق على يمين شاشتكم تدوسوا عليه يوصلكم للفيديو اللي بتكلم عنه. بس عموما من الواضح ان نيمونا هتكون الرايفل او المنافس بتاعنا في اللعبة. طبعا هي هتستخدم بوكيمونات زي بومي، لتشونك وسموليف، بس المثير للاهتمام الاسورة اللي هي لابساها على ايدها اليمين. هل دي نفس الاسورة اللي ممكن نستخدمها في اننا نفعل الميجا ايفولوشن اللي ناس كتير متوقعة عودتها من بوكيمون اكس وواي، ام هي ليها استعمال اخر؟ وقبل ما ندخل على رقم 5، النقطة اللي هتكلم عنها ممكن تعتبروها رقم 4.5 كده، لان بومي واحد من بوكيمونات نيمونا حواليه بعض الاسئلة. اللي منكم شاف الفيديو التحليلي هيسمعني بقول انه بومي شبيه بيكاتشو، بس ده شبهه لدرجة انه ناس شاكين ان تصميمه ملهم من جوروتشو، احد التصميمات التي تم الغائها من بوكيمون ريد وجرين من عام 1996 في اليابان، واللي كان المفروض انه يكون تطور لرايتشو. النقطة رقم 5 وهي متعلقة بالبروفيسورات. اولا انا اخطأت في فهم اساميهم في الفيديو التحليلي، لان اتضح بعد كده ان بروفيسور سعدة اسمها مشتق من الكلمة الاسبانية باسادا، وبروفيسور تورو اسمه مشتق من كلمة فوتورو. وطبعا كلمة باسادا بالاسباني بتترجم الماضي، وكلمة فوتورو بتترجم مستقبل. واللي تاني بيأكد اتصال ألعاب سكارلت وفايلت بالسفر عبر الزمن، أو يمكن حتى إن كل لعبة من دول بتحصل في زمن مختلف؟ الله أعلم. رقم 6 وهي الأعلام اللي ظهرت في وسط الفيديو، واللي من وجهة نظري بتمثل حاجة زي الجيمز اللي منها نقدر نحصل على أوسمة عشان نتقدم في اللعبة، أو ممكن تكون في الدوري ذات نفسه اللي في آخر اللعبة واللي منه بنعتبر ختمنا اللعبة.
جدير بالذكر ايضا ان ممكن شركة بوكيمون يفاجئونا ويغيروا نظام الجيمز زي ما عملوا في بوكيمون سان ومون لما ادولنا الترايلز ويعملوا لنا تحديات مختلفة داخل هذه الحلبات. رقم 7 وهي نقطة تاني ممكن تبان صغيرة الا انه اولا ما شفتش ناس كتير بتتكلم عنها وبجد هي تفصيلة مهمة جدا بالنسبة لي، وهي تتبع البوكيمونات للاعبين. تم تقديم هذه الخاصية زمان في بوكيمون يالو لما كان بيكاتشو بيتبع اللاعب أثناء تنقله في اللعبة، وبعد كده رجعت الخاصية دي بشكل محسن ومطور كتير في بوكيمون هارد جولد وسول سيلفر، وآخر لعبة رجعت فيها الخاصية دي كانت بوكيمون سورد وشيلد، إلا أنها كانت محدودة لمناطق معينة زي آيل أوف آرمر والكراون تاندرا، ولا يستطيع اللاعب الوصول لهذه المناطق إلا لو كان دافع $30 تمن DLC. ولكن في سكارلت وفايلت من الواضح أن الخاصية دي هترجع من أول اللعبة، لأن زي ما احنا شايفين في اللقطة دي كل مدرب بوكيمون ماشي وراه واحد من بوكيموناته، فبتمنى من كل قلبي أن توقعي ده يكون في محله. رقم 8 ودخلنا في الجد، وهي تصميمات أساطير أو الليجنداريز اللي في اللعبة. مرة تانية للمراجعة، كورايدون في سكارلت وميرايدون في فايلت تصميماتهم تحمل بعض التفاصيل المثيرة للانتباه، زي مثلا الطارة أو العجلة الشبه مطاطية على صدر كورايدون، والجت أو المنفث اللي مكان رجلين ميرايدون الشبيه بمخرج العوادم على الدراجات النارية. وناس كتير متوقعة أنه البوكيمونات دي تصميماتهم قايمة على الدراجات النارية، فالسؤال هنا، هل كورايدون وميرايدون هيكونوا وسيلتنا للتنقل عبر المنطقة الجديدة اللي احنا رايحينها؟ ورجوعا للنقطة الثالثة اللي قلتلكم ان البوكيمون سنتر شبيه بمحطات الوقود، هل دي محطات نقدر نشحن فيها طاقة كورايدون وميرايدون؟ ولا الموضوع اكبر من كده وكورايدون وميرايدون عندهم القدرة للسفر عبر الزمن، خصوصا وان ثيمة الزمن مسيطرة بشكل جامد على اللعبة زي اسامي البروفيسورز، وكمان التريلر الاولاني شفنا لقطة فيها الساعة بتتشقلب كده وبيحصل لها حاجات غريبة، ومن وقتها واحنا شاكين في موضوع السفر عبر الزمن. اخر نقطة ورقم 9 وهي ايه موضوع الكريستلز او البلورات اللي بنشوفها في اخر الفيديو. الصراحة اللي هقوله كتير منه مستوحى من فيديو ليوتيوبر امريكانية اسمها كايلس كابسول، الا انه فعلا منطقي وبيجاوب تقريبا على كل تساؤلاتنا اللي فاتت. هحاول اختصر فيها وهسيب لكم لينك لفيديو كايلا علشان لو حبيتوا تشوفوه بنفسكم. المنظر ده مفترض انه من داخل حاجة اسمها كوانتم تايم كريستال، او بالعربي كده بلورة زمكانية، طبعا زمكانية نص زمان ونص مكان. وإلي العلماء أثبتوا أنه الأجزاء بداخلها يمكن لها التحرك في دواير دون استهلاك أي طاقة ويمكن للأبد، والدليل اللي كيلا أشارت إليه في الفيديو هي المعادلات اللي مكتوبة على السبورة ورا البروفيسورات، واللي هي 100% معادلات فيزيائية زمكانية، ودي مش هتكون أول مرة نشوف فيها موضوع السفر عبر الزمن أو عبر المكان، حيث أننا كنا عملنا قبل كده في بوكيمون ألترا سان وألترا مون لما كنا نمتطي سول جاليو أو لونالا ونسافر عبر الثقوب الدودية اللي بنوصل منها للبوكيمونات الأسطورية في اللعبة. وطبعا في آخر لعبة نزلت لنا بوكيمون ليجندز أرسيس احنا شفنا لما الشخصية بتاعتنا سافرت عبر الزمن. فنقدر نقول واحنا مرتاحين ان موضوع السفر عبر الزمن هيكون نقطة محورية في بوكيمون سكارلت وفايلت. الحقيقة الموضوع يطول شرحه وبإمكانكم البحث عنه على النت، بس أتمنى اني أكون حاولت أوصل وجهة نظري ليكم بشكل مبسط. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، وتاني بفكركم ما تنسوش تعملوا لايك عليه لو استفدتم من المعلومات المقدمة فيه، وطبعا أتمنى تشتركم في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكوش أي حاجة من محتوانا، ولو عايزين تشتركم في الجيف اواي فالقواعد قدامكم على الشاشة دلوقتي، عليكم تشتركم في القناة، وعلى كل فيديو في اسمه بوكيمون سكارلت وبوكيمون فايلت على القناة سيبوا تعليق واعملوا عليه لايك، وبكده هتبقوا مؤهلين للجيف اواي. هسيب لكم رابط في الديسكريبشن عليه بلاي ليست لكل فيديوهاتنا اللي تبع سكارلت وفايلت علشان تعرفوا توصلوا لها بسهوله، واتمنى طبعا ان انتم تشوفوها وتعجبكم. الجائزه طبعا هتكون نسخه ديجيتال من بوكيمون سكارلت او بوكيمون فايلت من اختيار الفائز. ولحد ما نعمل فيديو جديد كله حماس حوالين بوكيمون سكارلت وفايلت، انا كنت بروفيسور ببع من قناه بوكيمونيان، ولحد ما اشوفكم المره الجايه في فيديو تاني خلوا بالكم على نفسكم وسلام.